انا واحد السيده ساكنه في الرشيديه موجيه اتيلي، تحرقت لي الدار قدر الله ما شاء فعل. لما كتب الله مطلقه، خدامه على وليداتي تماره، وكتب الله تحرقت لي الدار كامله، شعلت فيها العافيه. كنت في الكوزينه تسمعت واحد شي حاجه تفرقعات، ديك الخرجه اللي خرجت كنجي كنلقى صافي العافيه شعلات، خرجت كنجري بروحي وجاو الناس الحمد لله والجيران ورجال المطافي والامن الله يجازيهم بخير، تعاونوا باش طفاو داك النيران. ومشى ليا كلشي، مشاو ليا حويجاتي، مشاو لداكشي كاع اللي خدمت عليه ودرتو، الحمد لله الحمد لله على كل حال. مشى الفراش، مشاو وراق ولادي، مشاو وراقنا كاملين، كاع داكشي اللي عندنا في الدار مشى. وكنطلب من الله ومنكم ومن المحسنين الله يجازيكم بخير، اللي قد على شي حاجه ومع هاد العواشر الله يسهل لكم الامور ويجيب لكم الرزق. شارجور اخويا، شارجور هو السبب الحارق. كنت خاليه الشارجور في البيت، كنسمع داك التفرقيعه صافي كنخرج مع الخرجه، مع لقيت العافيه شاعله في الدار، وقدر الله ما شاء فعل. نم اللهم المحسنين يعاونوني. واحد الانسانه اللي مطلقه وضربه تماره على ولادي، ودرت مجهودي الحمد لله باش وفقت ولادي وقريتهم ودرت حويجات وهذا، ولكن كما قال كيقول مات قدر الله ما شاء فعل. هذا ما عطى الله وهذا ما كتب الله. 06 67 92 97 15